في ورشته المغلقة محاطا بما يجمعه من خردة صدئة يعيد مرزوق الحياة لهذه القطع الحديدية التي تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للاستعمال، يحولها إلى تحف فنية مميزة تكفل له مصدر دخله الوحيد. كل أنواع يعني تاع الحديد أنا نسترجع نعاود نجيبه ومن بعد أنا نعاود نعطي له قيمة تاعه ونعاود نحييه. موهبته الفريدة التي طورها منذ نعومة أظافره جعلته ينظر إلى المواد المتناثرة من حوله بطريقة مختلفة، فهذه القطع الحديدية المهترئة تحرض خياله لتحيلها أدواته البسيطة إلى قطع ساحرة. شيء غير يقضي على مشكل البطالة، يقدر مام يساهم في نمو الاقتصاد. كوتي تاع ثم باش يقطيع البطاله، ثم كي يكون هذا الحرفي هذا يخدم يكون عنده الماركتينغ. ويعد هذا الحرفي من بين 40,000 حرفي جزائري يتحدون ظروف الحياه الصعبه بما تجود به اناملهم في ظل تراجع الدعم الحكومي للصناعات التقليديه. في بلد يعاني فيه الشباب قله فرص العمل، تاتي ملكه الابداع والموهبه لتخلق لهم مناصب شغل قد يسدون من خلالها رمق عائلاتهم، وربما قد تخفف من عبء الدولة في حل أزمة بطالتهم. حنان بن قاسمي، التلفزيون العربي، الجزائر.